حاليا الميزانية إذا خصت لوزارة الصحة تعطى المستشفيات، والمستشفى خدم مريض واحد أو خدم مليون مريض، الميزانية جاية ما في أي مستهدفات، ويعمل بما يعني الموجود لديه، لكن ليس عندهم مستهدفات وليس عندهم يعني حوافز لتقديم خدمات أكثر. ويعني فهذا الوضع الحالي، إحنا نريد أن يكون المبالغ تخصص ميزانيات، بدل ما تروح المبلغ هذا للمستشفى، لا نقول المبلغ الخاص يروح بجانب المواطن ويخصص لخدمة المواطن. هو فكرة التأمين كيف بس، ولكن بيكون قائم المستشفيات تأخذ هذا المبلغ مقابل أن يكون رضا أعلى للمواطن، أن يكون فيه مستهدفات محددة على الوقاية. ونريد أن هذه المستشفيات تحقق نجاحات بناء على تعزيز الصحة وسلامة المواطنين، وليس يعني أنهم يكون تركيز على العلاج. العلاج بالعكس، هذا إذا جاءهم علاج معناته هم مقصرين. إيه بس عطني شيء أفهمه أكثر، يعني هذا كلام عام، يعني كيف بيكون التأمين بالشكل اللي أنت تقوله هذا؟ يعني طبعا بيكون عندها تجمعات طبية. إيه طبعا التأمين لازم يتكلم على الخصخصة مع بعض بالتأكيد. يعني المستشفيات حاليا حتى بتوجه القائمين عليه سوف تتحول المستشفيات مع المراكز مع المستشفيات التخصصية إلى تجمعات طبية. كل تجمع راح يخدم قرابة مليون شخص. عندنا تقريبا يصير قرابة 20 تجمع طبي في جميع أنحاء المملكة، وهذه التجمعات تكون متكاملة في الخدمة. فكما ذكرنا أن نموذج الرعاية الصحية الجديد هو نموذج صحي متكامل قائم على تحفيز هذه التجمعات، وبمقابل على الخدمة المقدمة للمريض بناء على تعزيز الصحة. هل الشخص يعيش بصحة وبسلامة؟ هل كذلك في مستوى رضا عالي؟ وبناء عليه يكون التحفيز مقابل هذه المؤشرات. خلنا نسألها نفككها يعني كذا مما راح توضح. أول شيء فينا الحين في نماذج عالمية، في نموذج الأمريكي في التأمين، وفي البريطاني وفي الكندي. احنا رايحين لأي واحد تقريبا؟ البريطاني هو أقرب بريطاني، بس البريطاني نظام جديد المتوجهين له، وإحنا متوجهين له، قائم على الوقاية. هذه فهمنا كنموذج رعاية، لأن أتكلم عن التأمين. هو هذه بريطانيا نفس الشيء. نفس الشيء. بريطانيا لو تشوف نظامهم مبلغ يخصص كل مواطن مقابل خدمة مقدمة له. أي والتأمين اللي أنت تحكيه الآن مو تأمين انتقائي، تأمين عن كل الأمراض. أي طبعًا. أكيد. وعلى فكرة مجاني. وأكد هذه، وهذه بالتأكيد أحد مستهداتنا، الخدمة الصحية مجانية. طيب هذا يعني الآن هتبتدفع أنت عن كل الحين هذه تجمعات صارت. يعني خلنا نقول شركات خاصة أو قطاع خاص مثلا، أنت بتدفع بوليصة التأمين. شركات تملكها الدولة. أي مثلا بتكون. الحين بيجيها موضوع الخاصخصة، بس لا. عشان أنا أقرب أنا مركز الآن على التأمين. البوليصة التأمين هذه كم تكلف تقريبا على الشخص؟ طبعا تقريباً. ليس لي عندي مبلغ الآن محدد لم يعني، لكن بالتأكيد يهمنا أنها تكون تغطي جميع احتياجات الناس، وتستهدف الجودة في الخدمة وتعزيز الصحة اللي هي يعني الوقاية ورضا الناس. يعني خلنا أسألك، التأمين بيكون على الخدمة ولا على المواطن؟ على الخدمة المقدمة للمواطن. لا لا الحين يعني لن تكون المبلغ لن يروح مثل السابق للمستشفى، المبلغ مرتبط بالشخص. طيب أنت تقدم الخدمة لهذا يعني الشخص. هذا التجمع عندهم مليون واحد. نعم. خلنا نفترض أنهم 4 مليار، وشلون تبي تتعامل فيها مع بوليصة التأمين أو؟ عفوا 4 مليار مثلا يعني للتجمع الطبي. ايه لن يكون سابقا كان يجيهم 4 مليار خدموا واحد او مليون. طيب والحين لا، الان كم شخص تخدمه وبناء عليه تحدد المبالغ والخدمه المقدمه. فهي هذه التغذيه التامينيه اللي نسميها التامين الصحي الوطني. من اللي بيقدم الخدمه؟ يعني قريب من معمول في كندا، قريب معمول في بريطانيا، وهذا نستهدف له. يعني يعني مش تامين تجاري، تامين تعاوني يمكن اكثر، أو نسميه تأمين وطني. تأمين وطني. مين اللي بيقدم الخدمة دي؟ مين اللي بيقدم البوليصات التأمين؟ طبعا بيكون فيه مركز متخصص للتأمين الوطني. شايف هو الذي سوف يقدم البوليصة التأمين للناس، وتغطي كل الناس طبعا، وتكون متاحة لكل الناس، والإنسان بالهوية الوطنية يروح هي الكرت التأمين. إيه لأنه الحين مثلا في بريطانيا، إذا نحكي على نموذج بريطانيا وقريب منه، يعني الكلفة تقريبا إذا جبناها بالريال تقريبا 3000 ريال
يعني حدود 650 جنيه استرليني، وترتفع احيانا توصل 11 اذا صار الاعمار كبيره. صحيح. انتم تبي تصير نفس الفكره بارقام مختلفه؟ بالضبط، نعم. أي. صحيح.